نفسي أهديك سلامي أشواقي أحرف أشعاري العقيدة المقدسية. العقيدة المقدسية. برباك الخضر حكايات عذراء تهيج أوتاري فأجود بلحن. تميط هذه السلسلة اللثام عن منزلة القدس والأقصى في معتقد أهل الإسلام، وتذكر الأمة بواجبها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحرره عاجلاً بأيدي عباده المؤمنين وجنده المفلحين، آمين. يعتقد المسلمون أن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في بعض ليلة حق، وأنه صلى فيه بالأنبياء إماماً، ثم عرج به إلى السماوات العلى حيث انتهى إلى سدرة المنتهى. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.